السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نشرة الثامنة من التلفزة التونسية، هذه عناوينها. إعادة فتح المعابر الحدودية مع ليبيا بداية من يوم غد، ورئيس الدولة يطلع على نتائج الاجتماعات الأمنية والصحية المشتركة التونسية الليبية التي انعقدت بجربة. افتتاح السنة القضائية الجديدة بعد سنة استثنائية بسبب جائحة كورونا راكمت الملفات وأثرت على سير التقاضي. مع العودة المدرسية مشاغل تتجدد وجهود ومبادرات لتهيئة المؤسسات التربوية وصيانتها، والأخبار تستضيف وزير التربية. أهلا بكم. خلال لقاء جمعه بقصر قرطاج بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، وبالمكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، والمكلف بتسيير وزارة الصحة علي مرابط، قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد فتح المعابر الحدودية مع ليبيا بداية من الغد أمام حركة المسافرين مع تطبيق بروتوكول صحي متفق عليه بين الجانبين. بعد أكثر من شهرين من الإغلاق تفتح غدا على الساعة 7 صباحا حركة المرور في المعابر الحدودية مع ليبيا، وقد قرر رئيس الجمهورية رفع القيود على حركة التنقل بين البلدين وفتح المعابر، مشددا على ضرورة الحرص على الالتزام التام والاحترام الكامل للبروتوكول الصحي المتفق عليه بين الجانبين التونسي والليبي. يأتي هذا القرار بعد جولتين من الاجتماعات بين اللجنتين الوزاريتين الأمنية والصحية المشتركة التونسية الليبية للنقاش حول البروتوكول الصحي المرافق لفتح المعابر من جديد. وينص البروتوكول الصحي على حرية تنقل المسافرين في الاتجاهين لمن استكمل التلقيح ضد كورونا، مع ضرورة الاستظهار بتحليل PCR سلبي في معابر راس الجير، بن قردان وذي بوازن بتطاوين، فيما على من لم يستكمل التلقيح البقاء في الحجر الإجباري لمدة 10 أيام في أحد النزل، كما يعفى المرضى المتوجهون للمستشفيات من هذه الإجراءات. وقد شدد رئيس الجمهورية على أن هذا البروتوكول قابل للمراجعة على ضوء تطور الوضع الصحي في البلد، وعلى أن أي خرق لمقتضياته قد ينجم عنه إعادة النظر في قرار إعادة فتح المعابر الحدودية. ومن المنتظر أن يتم التنسيق بين الجانبين التونسي والليبي لتركيز فرق صحية للتلقيح ضد فيروس كورونا في المعابر الحدودية، وتنظيم أيام تلقيح مكثف في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في ليبيا. وخلال هذا اللقاء أيضا استمع رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تقرير حول نتائج الوفد الوزاري إلى جزيرة جربة أمس الأربعاء للاطلاع على مدى تقدم الاستعدادات لاحتضان تونس القمة الفرنكوفونية. وأكد رئيس الدولة ضرورة توفير أفضل الظروف لحسن تنظيم هذا الحدث، ومتابعة لتقدم التحضيرات للقمة الفرنكوفونية التي ستحتضنها تونس في نوفمبر المقبل بجزيرة جربة. أدى وفد عن الدول الفرنكوفونية الممثلة بتونس زيارة متابعة للوقوف على جاهزية المواقع المخصصة لاحتضان القمة في موعدها. إلى جزيرة جربة وصل 27 من بين السفراء وممثلي الدول الفرنكوفونية المعتمدين بتونس في زيارة متابعة لما تم إنجازه إلى حد اللحظة من تدخلات لاحتضان الجزيرة لفعاليات النسخة الجديدة من قمة منظمة الفرنكوفونية. اليوم يؤدي سفراء الدول الفرنكوفونية المعتمدين في تونس زيارة لتنسيق الجهود للإعداد الجيد للقمة الفرنكوفونية، وكذلك سيتم الحديث على مشاركات الدول الأعضاء في منظمة الفرنكوفونية في المنتدى الاقتصادي، والتي تعطيه تونس أهمية كبرى في هذه المناسبة، باعتبار أن هذه القمة ستقام حول موضوع التواصل والرقمنة من أجل خلق فرص، مزيد الفرص للشباب. زيارة شملت عددا من الوحدات الفندقية والمعالم التاريخية والتراثية بالجزيرة، وأساسا فضاء مسرح الهواء الطلق بمدينة حمت السوق، المكان المخصص لاحتضان افتتاح القمة والذي يشهد أشغال تهيئة كبرى. Aujourd'hui, il est clair que la francophonie
اليوم بات جليا أن الفرنكوفونية مع احتفالها بالخمسينية تتسم بنظرة جديدة لتجعل من هذا الفضاء الفرنكوفوني فضاء اقتصاديا بإمكانه الإشعاع على كامل المنطقة، لأن المسألة لا تنحصر في فرنسا أو بعض الدول الإفريقية لكنها تشمل جميع الدول في القارات الخمس، مما يضفي طابع التنوع على منظمتنا. تنوع يجب أن يكون محركا للتضامن بين هذه البلدان ومحفزا لنموها. زيارة تستمر ليومين، من المنتظر أن تتلوها زيارات مماثلة ومتواترة مع اقتراب موعد انعقاد القمة بجزيرة جربة المنتظر في 20 و21 من شهر نوفمبر القادم. افتتحت اليوم السنة القضائية الجديدة، وعلى طاولة المرفق القضائي هذه السنة تتزاحم الملفات الحارقة بعد موسم قضائي وصف بأنه الأعسر. فجائحة كورونا جمدت عمل الدوائر القضائية لأشهر، انضاف إليها إضراب استمر أكثر من شهرين تعطلت معه مصالح المتقاضين. واليوم تتركز الأنظار على ما ستقوم به السلطة القضائية لإصلاح المرفق القضائي. بعد سنة قضائية كانت استثنائية بكل المقاييس بسبب جائحة كورونا التي جمدت ولأشهر عمل الدوائر القضائية بالإضافة إلى إضراب القضاة الذي وصف بالأطول في تاريخ المحاكم، افتتحت اليوم السنة القضائية الجديدة، عودة قضائية يبدو أنها لن تكون كسابقتها في ظل تراكمات كبيرة في الملفات. يقول المتقاضون والمحامون إنها أدت في بعض الأحيان إلى ضياع الحقوق نتيجة التأخير والتعطيل. عنا أكثر من العام معطلين، ما غير شهري ما غير حد شيء، عائلات فهمتني ولا صار فيهم والتوى ما عملوا شيء في القضية متاعنا، فما أحكام صارت من الأول هاو استئناف هاو درا شنو عام والعباد ما غير شهري. تعرف أنت الظروف متاع توا كيفاش الدنيا غالية وكيفاش، ماذا بينا كان يتحركوا شوية. الإشكال في كم الهائل من الملفات، معناها الكم متاع الملفات يفوق عدد القضاة، عندنا 2000 قاضي وعندنا ما ينام معناها ألف الملفات اللي تتجاوز العدد متاع القضاة. هي طول الحركة القضائية صارت، لكن يعني الإفكتيف هذاك هو لو موجود لابد من التفكير في عقد أكثر من جلسة في الأسبوع، تقوية فرق العمل لمحاولة تدارك والرجوع للنسق العادي متاع الجلسات، لأنه اليوم مش معقول وأنه دائرة تدخل ب 700 و800 دوسي، يعني هذه إغراق، وهذا ديما على حساب الكاليتي وعلى حساب حقوق الناس، لأنه في الأخر القاضي راهو إنسان وعنده مجهود وعنده طاقة محدودة. من جهته اعتبر عضو المجلس الأعلى للقضاء وليد المالكي أن الحركة القضائية لهذه السنة أخذت بعين الاعتبار جميع هذه الإشكاليات من خلال دعم عديد المحاكم الابتدائية ومحاكم النواحي، وذلك طبقا لقائمة الشغورات المعلن عنها. المحكمة التدريبية تونس تم دعمها تقريبا ب 18 قاضي، المحكمة التدريبية كذلك بأريانا ب 14 قاضي، محكمة بن عروس كذلك 11 قاضي، وكافة تقريبا المحاكم الابتدائية في كافة محاكم الجمهورية كانت قد استفادت من هذا الدعم، خاصة بعد انتداب تقريبا 244 قاضي جديد. أعتقد أن المجلس قد نجح في هذا الهدف الأول. الهدف الثاني تاع المجلس كان هو إنهاء العمل بآلية التكليف، وقد نجح فيه أيضا المجلس. أيضا دعمنا محاكم النواحي تبقى قائمة الشغورات المعلن عنها، بقيت لدينا ثغرة وحيدة في مستوى محكمة مكنين وقد تجاوزناها في إطار قبل الحركة القضائية في الأسبوع الفارط. وبخصوص الملفات المتراكمة والعالقة منذ سنوات، اعتبر المالكي أن المنظومة القضائية أصبحت غير قادرة على مجابهة الرصيد الكبير من النزاعات التي يجب أن تفض خارج إطار القضاء. برغم الفصل الكبير عند القضاء التونسي، تقريبا نسبة الفصل نسبة مرتفعة ومرتفعة جدا، ولكن هناك كذلك ملفات متراكمة كما قلت لك، يجب إصلاح المنظومة القضائية في العمق باش ما عادش نلقاو هالكم هذايا. هناك كما قلت لك سابقا عديد النزاعات يجب أن تفض خارج إطار القضاء، إما بالوسائل البديلة التقاضي. اليوم يجب أن نفكر في تفعيل وسائل بديلة التقاضي كما حصل في العديد من القوانين المقررة الأخرى. ووسط الجدل الذي رافق افتتاح السنة القضائية الجديدة دون رئيس أول لمحكمة التعقيب على هرم الوظائف القضائية في البلاد، يعقد المجلس الأعلى للقضاء غدا جلسة عامة للمصادقة على الرئيس الأول الجديد منصف الكشو المرشح من طرف مجلس القضاء العدلي.
أصدرت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية تقريرها الأول حول الحقوق المدنية والسياسية زمن الحالة الاستثنائية، وتضمن التقرير رصداً لجملة انتهاكات في مجال حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة منذ الشهر الأول لإعلان تدابير الإجراءات الاستثنائية وتنفيذها. وثق تقرير الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات جملة من الانتهاكات في الحقوق الفردية المدنية منها والسياسية والتي تم رصدها منذ 25 من شهر جويلية المنقضي تاريخ إعلان وتنفيذ التدابير الاستثنائية في تونس. ويؤكد التقرير أن أغلب ما تم التنصيص عليه في الباب الثاني من الدستور وما يحدده من حريات وحقوق قد تم المساس به، ما ينبئ بوجود مخاطر محدقة بالديمقراطية تم وصفها بالمخيفة. انتهاك الحرمة الجسدية الفصل 23 من الدستور لأكدها، لاحظوا كيف يضرب المواطنين والمواطنات والصحفيين والصحفيات والإعلاميين والإعلاميات في شارع حب بورقيبة، حرية التنقل وتنفيذا للاستشارة الوجوبية الاسديسات اللي هي ما عندها حتى سند قانوني وهي غير دستورية بقرار المحكمة الإدارية تنفذ على آلاف المواطنين، الإقامة الجبرية أي ضرب الأشخاص في حرية التنقل واختيار المسكن تنفذ انطلاقا من أمر غير دستوري اللي هو أمر 26 جانفي 1978 وللمحكمة الإدارية منذ القديم لليوم تقول أنه غير دستوري. المحاكمة العادلة، إحالة المواطنين والمواطنات على القضاء العسكري دون القضاء المدني، عدم إعلامهم بحقوقهم وعدم إعلامهم بالتهم الموجهة لهم. قضية ما يحدث في تونس هي مؤسسات توقفت عن السير العادي، تعددت المسؤوليات ولكنها ترجع جميعها لمن جمع كل السلطات بين يديه اليوم الذي هو رئيس الجمهورية، فهو مسؤول بالتالي عن كل الانتهاكات التي تطال الصحفيات، التي تطال نشطاء المجتمع المدني، وتأتي في سياق هناك فيه هجمة حقيقية من أجل أن بقية الأصوات التي تناقض أو تخالف الرؤية التي جاء بها رئيس الجمهورية تبقى لها مساحة الحرية التي لم يعطها رئيس الجمهورية، وإنما ناضل من أجلها تونسيات وتونسيون منذ عقود وأيضا ثمنتها ثورة 2011. كما اعتبرت الجمعية أن الأوامر الرئاسية تصدر دون سند قانوني فيما يخص تسمية الوزراء وإقالة الولاة ومداهمة لمقرات هيئات وغلق مكاتب بعض وسائل الإعلام. يأتي هذا وسط غياب للمعلومة الرسمية وعدم التمكن من النفاذ إليها. الناشطة الحقوقية يسرى فراوس قالت إن تسجيل هذه الانتهاكات بعد 25 من جويلية لا يعبر عن انتظارات من احتفى بهذه الإجراءات التي تم اتخاذها على أساس القطع مع سلبيات المنظومة القديمة. للأسف لا توجد هذه القطيعة المدعوة والمزعومة، وأن ما نعيشه هو طعم بنهاية الأمر، وبالتالي هذا الطعم هو خطير جدا ومخطر ما يكون وتستعمله كل الأنظمة التي تريد أن تطيع شعبها ليكون رعية، وخطاب الرعية هو بالفعل ما ننتفض ضده كمنظمات حقوق إنسان. كما طالبت الجمعية للدفاع عن الحريات طالبت رئيس الجمهورية بعدم المساس بالحقوق والحريات المنصوص عليها في دستور 14 و2000. لا يجب أن يمس بالحقوق والحريات وخاصة السقف الموجود في دستور 2014. النقطة الثانية أن ينزع عن فكره مسألة تجميع السلطات، لا يمكن لشخص واحد أن يكون سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يكون هو رئيس السلطة القضائية بمعنى رئيس النيابة العمومية، لأنه سيحرك الملفات التي يريد ولا يحرك الملفات التي يريد. ويرى مؤسسو هذه الجمعية أن الحفاظ على المسار الديمقراطي لتونس وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية يفرضان التشاركية في أخذ القرار مع مكونات المجتمع المدني خاصة منها المنظمات الوطنية. جددت حركة النهضة اليوم في بيان أصدره المكتب التنفيذي للحركة دعوتها بالتسريع في إنهاء الحالة الاستثنائية في أقرب الآجال ورفع التجميد عن مجلس نواب الشعب وتعيين الشخصية المكلفة بتشكيل حكومة شرعية قادرة على مجابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في ظرف يتسم بصعوبات حادة. وأكدت الحركة أن لا حل للخروج من الأزمة المعقدة إلا بحوار وطني شامل وتكريس مبدأ التشاركية في بناء مشهد جديد يحقق الاستقرار السياسي المنشود والمناخ المساعد على إنجاز الإصلاحات الكبرى بما يفتح أفقا سياسيا للبلاد وإرجاع السلطة إلى الشعب صاحب السيادة وفق نص البيان الصادر عن المكتب التنفيذي للحركة والذي اجتمع مساء أمس الأربعاء.
في شأن تربوي بمراكز التربية المختصة التابعة للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، انطلقت السنة التربوية انطلاقة واكبها وزير الشؤون الاجتماعية محمد أطرابلس اليوم بفرع الاتحاد التونسي لإعانة القاصرين ذهنيا بمنزل بوزلفة من ولاية نابل. أكد محمد طرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية اليوم خلال زيارته للاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا بمنزل بوزلفة، أكد أن الوزارة تؤطر أكثر من 300 جمعية لذوي الاحتياجات الخصوصية يرصد لها سنويا 54 مليون دينار، إضافة إلى دعمها لوجستيا وبشريا. عن الوزارة تقريبا تأطر في 350 جمعية في جميع أنحاء الجمهورية وتعتني بذوي الاحتياجات الخاصة، معناها في كل المجالات. شفتوا انتم هذه الجمعية التونسية للقاصرين ذهنيا في منزل بوزلفة، العمل الكبير اللي يخدموا به، لأنه عمل مش فقط أكاديمي، فيه عمل أكاديمي، ولكن شفتوا كيفاش مختلف مراحل الإعاقة، مختلف الشرائح العمرية، وكيفاش خاصة يخدموا على الإدماج. وهذه جزء من سياسة الوزارة اليوم، الدعم والمساندة لكل من يخدم من أجل الإدماج. من جانبها أبرزت مديرة جمعية الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا بمنزل بوزلفة ميسى ناصف، أبرزت أن المركز يقوم بعمل كبير على مستوى الورشات، لكنه بحاجة إلى مزيد من الدعم حتى تتحسن الخدمات المقدمة فيه، وحتى يكون عنصر الإدماج بسوق الشغل أكثر نجاعة. ماذا بينا أول حاجة للضيعة الفلاحية، يعني باش يجدوا فيها أغلبية التلامذة، معناها خاصة عامقي الإعاقة واللي فوق 30 سنة. معي عنا قاعة متعددة الاختصاصات، نحبوا ننتدبوا أمسيكو متخيسيان. عندنا صعوبة زادة في توفير الماتريال للقاعة هذه. حاليا عندنا 125 تلميذ، نعملوا غمساج سكولير على ثلاثة معتمديات، منزل بوزلفة، تاكلسة وسليمان. يوصلوا تلمذات لهنا تسعة، عندهم أنشطة ملائمة يعملها، عندنا حصص نطق، علاج وظيفي. أنشطة هنا نقوموا بها إنتاج الخزف، كل ما هو معناتها خزف وحاجات الصناعة التقليدية عامة، كالرسم على المحامل. ثم الترويج على المستوى المحلي، على مستوى هنا ما فماش، على المستوى الجهوي، على المستوى الوطني ما فماش. وباه أنا واحد يتعلم صنع ويدبر شوية نهار في مصروف. الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا بمنزل بوزلفة يقدم خدماته لأكثر من 100 شخص حاملين للإعاقة، ويهدف إلى تأسيس وتجهيز مركز تربوي نموذجي يستجيب إلى كل الشروط والمعايير للتكفل بهذه الفئة. أول دفعة بكالوريا لتلاميذ مكفوفين ضمن عملية إدماج فريدة من نوعها في المعهد الثانوي 9 أفريل بصفاقس هي موضوع الروبورتاج التالي، نتابع. خطوات ياسين نحو باب معهد 9 أفريل بصفاقس ثمرة تجربة فريدة في طريقة إدماج قسم مكفوفين في معهد ياسوية. ياسين وزملاؤه وبعد سلسلة تحديات ونجاحات يستعدون هذه السنة لاجتياز امتحان البكالوريا. حبيت نحيي يعني من المنبر هذا اللي طار التربوي اللي كان يعني اللي كان مشهور. انا ما حناش هون اليوم، ما حناش في الباك. التلامذة هذوما يحبوا يقراوا وفيهم عندهم نوع من التحدي ونوع من الرغبة في النجاح. ولاحظت حتى الحصة الأولى هذو معاهم فما تلامذة تبارك الله عليهم، معناها تنجم تقول حتى يضاهيوا التلامذة العاديين وأحسن منهم. ما هماش مشقة كما يتصوروا الناس بكل. آمنوا بحظوظهم باش يقراوا في مؤسسة تواجهوا كل التحديات، مؤسسة صحيح قديمة شوية، لكن لقينا لهم الصياغ الممكنة باش ينجحوا. لقوا أساتذة أكفاء، أساتذة عندهم برشا رحمة وبرشا ضمير وبرشا محبة والتضحية من أجل الآخر. اليوم وصلنا لمرحلة متاع سنة رابعة بتلامذة متميزين، نقول أني نسبة 70% عندهم الإمكانية في بكالوريا الأداب باش ينجحوا. مسيرة التحم فيها التعاون وزارة التربية إدارة وإطارا تربويا بإرادة جمعية وفرت الوسائل الخاصة وأبرزها طباعة الوثائق المدرسية بطريقة براي. هنا عندنا أخصائيين في تحويل
كل ما هو برامج تابعة وزارة التربية بطريقة إبراي باش ينجم الأستاذ يتواصل مع التلاميذ المكفوفين بدون أي مشكل. احنا عندنا مجموعة من التقنيين لكن مش كافيين، وهنا أدعو وزارة الشؤون الاجتماعية في الإطار هذايا عندنا ثلاثة يعني وعدينا باش إن شاء الله يتم تسوية وضعيتهم اللي هما في الإطار الاتفاقية القطاعية، مش انتداب وإنما تعويض، ولحد الساعة هذه تم عوضهمنا. ماذا بينا تسرع وزارة الشؤون الاجتماعية خاطر هما يمثلوا الحلقة الأساسية بين التلامذة والسادة، الأساتذة هما اللي يحضروا الخدمة بطريقة براي. رغم النقائص والتفاصيل المزعجة، العودة المدرسية هنا بداية ملحمة كل الطرق فيها تؤدي إلى العلم. ظروف العودة المدرسية مثلت محور المقابلة التي جمعت اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير التربية فتحي سلاوتي. وقد قرر رئيس الجمهورية إنشاء لجنة تتركب من ممثلين عن رئاسة الجمهورية ووزارتي التربية والشؤون الاجتماعية والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، التي خصصت مبلغ 50 مليون دينار لمد يد العون للتلاميذ المعوزين والقيام بالأشغال المستعجلة المتعلقة بعدد من المدارس والمعاهد التي ما تزال تشكو عديد النقائص ولا تتوفر فيها الظروف الدنيا للدراسة. وشدد رئيس الدولة على ضرورة العمل في إطار الشفافية الكاملة والتصدي لكل محاولات الابتزاز أو السطو على أي مليم من المبلغ المرصود. بالتزامن مع العودة المدرسية، عبر عدد من التلاميذ والأولياء بمدينة بوحجر من ولاية المنستير عن استبشارهم بالتهيئة الشاملة لمختلف قاعات الدرس والتي من شأنها أن ترغبهم في طلب العلم ومزيد البذل والعطاء. تدخلات أمنها عدد من أصحاب المؤسسات الاقتصادية في إطار معاضدة مجهودات الدولة لتحسين البنية التحتية للمؤسسات التربوية بجهة المنستير. قاعة إعلامية جديدة مجهزة ب16 حاسوباً وست قاعات أعيدت تهيئتها ومرافق صحية لائقة، تم إنجازها مؤخراً بمدرسة المختار الحجري بمدينة بوحجر، وذلك بتمويل قدره نصف مليار من المليمات تبرع به رجل أعمال من أبناء المدينة. إنجاز أدخل البهجة في نفوس التلاميذ والأولياء والأسرة التربوية. المدرسة ولات في أبهى حلة مزيانة على الأخر، لي زورديناتور لي بيغو كل شيء تغير فيها القاعة، ولا فيها دي كاميرا معناتها حتى الأضواء وكل شيء تغير فيها الشباب كل شيء. كل عام يحسنوا أكثر وسنين مصلي على النبي، معناتها ما شاء الله برشة تغيرات، أقسام جدد، بيبان جدد، في السير كانت لا علاقة ولات معناتها في السير تليق بالذريات الصغار، على الأقسام تقريبا من أعلى وأجمل طراز، معناها التلميذ يحس بالراحة، يحسها تهوئة، زاد جمال المنظر، شره التلميذ باش يقرأ وزاد مريحة، ونجم أقول كان الله نصلي على النبي. وابن مربي فاضل تبرع لنا بمبلغ هام عاود به تجهيز قاعة الإعلامية بحواسيبها بطاويلاتها بكراسيها الفاخرة بالأضواء بكل مهما شيء، وزاد صاننا ست قاعات وعنا بنا قاعة جديدة استهدوا منها أكثر من 655 تلميذ. حتى عنا أقسام شاغرة نجم نستغلها في نوادي، نجم نستغلها في مطالعة، قبل ما كناش نتمتعوا بالشيء ذا، ونقص علينا زاد الاكتظاظ بطبيعة. ولم تقتصر التبرعات على هذه المؤسسة التربوية فحسب، بل شملت عدة مدارس وأعداديات بمدينتي صيادة وقصر علال من ولاية المنستير. المؤسسة هذه تضم 800 تقريبا و90 تلميذ، وهما حاليا منتفعين بهالقاعة هذه المكسب اللي دخلت مؤسسة اقتصادية تابعة في النسيج وقامت بإعادة تهيئة للقاعة وبنات كذلك فيستيارات للتلامذة بما يقدر تقريبا 600 مليون، ونحن في انتظار الأشغال المزمع القيام بها وهي أشغال تهيئة شاملة على وزارة التربية، تقريبا كلفة الأشغال تقريبا في حدود 800 مليون. بالنسبة لتدخلات وزارة التربية ولاية المنستير شملت تدخلات 21 مؤسسة انتهت بها الأشغال، وما زالت معناها 10 مؤسسات 10 مشاريع متواصلة، وثمانية ستنطلق بها الأشغال قريبا. إلى جانب المجهود اللي تقوم به الدولة سجلنا دعم وجهد موصول من رجال الأعمال ومن الأطراف من المدخلة المجتمع المدني في تهيئة وصيانة ويعني تدخل في أكثر من 30 مؤسسة. وتمثل هذه المبادرات الخاصة عملا مواطنيا خيرا وبرا يفيد البلاد والعباد على مر الأجيال.
ولتسليط مزيد من الضوء على ملامح السنة الدراسية الحالية ومستجداتها ومشاكلها، نستضيف وزير التربية فتحي أسلوتي. سيد الوزير، مرحبا بك وشكرا جزيلا على تلبية الدعوة. إذن إقرار العودة المدرسية هذه السنة دون نظام الأفواج قرار في الحقيقة قوبل بالترحيب من قبل العديد من الأولياء وكذلك المربين، ولكنه في المقابل أثار انتقادات وخاصة مخاوف في ظل تواصل ربما المخاطر الصحية، الاكتظاظ في عديد المؤسسات، عدم احترام البروتوكول الصحي، وحتى عدم توفر وسائل الحماية اللازمة، وخاصة عدم تلقيح الأطفال دون 15 عاما. كل هذه المخاوف وهذه التحديات كيف ستتعاملون معها سيد الوزير لضمان سلامة التلاميذ والإطار التربوي؟ شكرا. في الحقيقة أنا واكبت البارح العودة من ولايتي سيدي بوزيد والقسرين، وصلنا حتى الحاسي الفريد، واللي لاحظته أنه ثم فرحة كبيرة، فرحة بالعودة عند وليداتنا، تلاحظها حتى في عينيهم فرحانين اللي رجعوا للنظام العادي. لكن لاحظت كذلك خاصة في المدارس الابتدائية نقص في التعلمات كبير، نقص في التعلمات هذايا ناتج على نظام الأفواج أساساً، وبالتالي هذا يطرح لنا تحدي كبير وكبير جدا لتلافي وتدارك ما لم يقع انجازه السنه الفارطه. بالطبيعه كما كل عوده ثم بعض النقاط السوداء، هذا كنا منتظرينه، لكن اعتقد انه اجمالا العوده المدرسيه كانت ناجحه. ثم بعض الاشكالات اللي صارت على مستوى بعض المؤسسات ما تفوتش 20 من الاكتظاظ مثلا اللي ذكرته انت. السبب الاساسي انه في عديد المناطق ثم حاجات تصير في اخر وقت ما نقراولهاش حسابها، مثلا يتقرر تسكير مجموعه من القاعات، وبالتالي احنا يلزمنا شويه وقت باش ناخذوا قاعات جاهزه الصنع باش نعوضوها. ثم حاجات من نوع هذايا، ثم اكتظاظ في بعض المؤسسات اللي نحب ناكد عليه اليوم، وانه خلال الايام القادمه الأسابيع القادمة باش نتفاداو هذا باللجوء إلى قاعات جاهز الصنع في كل المؤسسات إن شاء الله. بالنسبة للمسألة مسألة الوباء والتلقيح، بالطبيعة احنا الحل الكبير اللي وصلنا له مع الطرف الاجتماعي ومع الجميع هو التلقيح هو الحل الوحيد لوليداتنا وللإطار التربوي، وبالتالي مشينا في الاتجاه هذا، واتضح وأنه ثم مجموعة من لباس بها من التلامذة مازالت ما لقحتش، مجموعة من الإطار التربوي، وبالتالي بالتنسيق أكثر من مليون تلميذ تقريبا معني بالتلقيح أقل بالضبط من 15 سنة بالضبط. وبالطبيعة مع وزارة الصحة نسقنا المسألة، وباش نبداو من نهار السبت هذا إن شاء الله من نص النهار حتى للخمسة باش يمشي تمشي فرق تتنقل إلى مراكز تلقيح، وباش نلقحوا ان شاء الله لوليداتنا وللاطار التربوي اللي مازال ما كملش تلقيح. كيف ستتم هذه العمليه بسرعه سيد الوزير؟ بموافقه الاولياء مباشره في المدارس؟ بالنسبه لعمرهم بين 15 و17 وحتى 18 سنه، نتحدث عن اقل من 15 سنه، مازالت هذيك نحن بانتظار راي اللجنه العلميه. توا بين 15 و18 سنة نعم. بالنسبة لنا هذاك التلقيح باش يتم بالطبيعة بترخيص من الولي أما في المدارس، وبالتالي إن شاء الله نوصلوا في ظرف وجيز نلقحوا لوليداتنا الكل. نعم سيد الوزير، على مستوى آخر العودة المدرسية هذه السنة ترافقت أيضا مع إشكالات عديدة على مستوى البنية التحتية، مشاكل عديدة على رأسها ربما الصيانة، توفير الماء الصالح للشرب بالعديد من المدارس في المناطق الريفية خاصة، هل من حلول عاجلة لهذه المشاكل؟ بدون أدنى شك احنا بالنسبة للتحدي الكبير اللي هو الماء، كما تعرف وتوفر الماء باستمرار في المؤسسات التربوية هذه أولوية الأولويات، خاصة في ظل وضع وبائي متطور. اللي وصلنا له اليوم بعد ما كنا 471 مؤسسة عمناول كانت تشهد اضطرابات في التزود بالماء الصالح للشراب، اليوم عندنا 260 مؤسسة تحلت مشكلتها، الباقي إن شاء الله من هنا حتى الجانفي أقصى تقدير باش تتحل الإشكال بصفة جذرية. هذا بالنسبة إذا للتزود بالمسؤول. بالنسبة للبنية التحتية، البنية التحتية صحيح هو تراكم تعصار منذ سنوات، لكن لابد من الإشارة أنه ثم إنجازات حلوة برشا عملتها وزارة التربية، عملها المجتمع المدني، عملوها رجال الأعمال مشكورين لكلهم،
كما اللي كنا نشوفه كما فيها كنا نتابع مش في هذيك برك راه ثم عشرات في مختلف المناطق، لكن التحديات ما زالت كبيره خاطر حصيله التراكمات حصلت مده عقود، وبالتالي اليوم مطروح علينا باش نخليو مدرستنا جاذبه، يلزمنا نعتنيو بالبنيه التحتيه ونوفروا اقصى ما يمكن من وسائل الراحه لوليداتنا على كل المستويات. طيب فيما يخص ملف الأساتذة النواب، ما الجديد في خصوص هذا الملف خاصة في تجديد مطالب الطرف النقابي بضرورة تطبيق الاتفاقيات في هذا الملف؟ بدون أدنى شك كيف تعرفوا احنا كل عام مضطرين أن نلجأ للأساتذة النواب، ونحب نشكرهم برشا لأنهم يقدموا خدمات جليلة للمنظومة التربوية، وكل عام ندمجوا جزء منهم حسب اتفاقية حصلت من عام 2020 بين وزارة المالية ووزارة التربية. نحن بصدد تطبيق الاتفاقية هذه، وأنا نحب نأكد أن الوزارة عند تعهداتها وسنطبق إن شاء الله الاتفاقية رغم الظروف المالية الصعيبة برشا برشا. ثم جانب ثاني هو خلاص النواب، بالتأكيد أنه عندنا اليوم ثم شكون عنده عام مخلصش، وهذا ما هوش معقول بكل. احنا وضعنا آلية باش نخلصوهم، الباقي اللي مازالوا ثم العديد خلصوا، الباقي اللي مازالوا باش يخلصوا ان شاء الله في اقرب وقت، ووضعنا آلية باش من السنة بحول الله ما يقعش تأخير في خلاص الناس هذوما، لانه نعتقدوا انه المعلم والاستاذ النايب يلزم يتوفر له المدخول اللازم باش يعيش وباش يقري وباش يؤدي واجبه في احسن ظروف ويعطينا المردودية المرجوة منه. نعم السيد وزير التربية فتحي سلاوتي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. في شأن صحي، تقلص عدد الإصابات بفيروس كورونا، وشهد الوضع الوبائي بعديد البلدان حول العالم تحسنا بعد انتشار التلقيح. وفي هذا الصدد تسعى مختلف الجهات الصحية العالمية إلى تلقيح الفئات العمرية بين 12 و 14 سنة. عديد البلدان وافقت على هذا التمشي. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 عرف انخفاضا ملموسا في جميع أنحاء العالم الأسبوع الماضي، وذلك لأول مرة منذ أكثر من شهرين، وهو ما يعد بارقة أمل في مواجهة فيروس كورونا المستجد. وفيما يتعلق بالتطعيم ضد فيروس كورونا، تعتزم بريطانيا تلقيح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 سنة بجرعة من لقاح فيروس كورونا بناء على توصيات كبار مسؤولي الصحة في البلاد، ممن أكدوا ضرورة تطعيم هذه الفئة العمرية بجرعة واحدة من لقاح فايزر. كذلك وافقت وكالة الأدوية الأوروبية على تطعيم الأطفال من هذه الشريحة العمرية، لتتجاوب عدد الدول مع هذه الدعوة كفرنسا وألمانيا والسويد والنرويج. وفي تونس، وتزامنا مع العودة المدرسية وإلغاء العمل بنظام الأفواج، تتزايد المخاوف من ظهور موجة جديدة من عدوى فيروس كورونا. وفي هذا الصدد أكد رئيس اللجنة العلمية للتلقيح رياض دغفوس أن إمكانية تعميم تطعيم الفئة العمرية بين 12 سنة و 14 سنة هي قيد الدرس، في حين أن الأطفال الذين يعانون من أمراض تجعلهم يواجهون خطرا كبيرا إذا ما أصابهم فيروس كورونا لهم الأولوية في التلقيح، خاصة في ظل توفر الكميات اللازمة من تلقيح موديرنا وفايزر. من جانب آخر، قالت شركة موديرنا الأمريكية إن البيانات الجديدة المستقاة من تجارب معمقة للقاحها المضاد لكوفيد-19 تظهر أن الحماية التي يوفرها تتراجع بمرور الوقت، مما يدعم حجتها للمطالبة بجرعة معززة. نتحدث عن موضوع صحي آخر، المعالجة بالأكسجين المضغوط، اختصاص طبي تعتمده تونس منذ سنوات، والجديد هو أنه سيقع الاعتماد عليه وتدريسه انطلاقا من السنة الجامعية الجارية، ويساهم هذا الاختصاص في علاج عديد الأمراض. المزيد عن هذه التقنية الطبية في الروبرتاج التالي. المعالجة بالأكسجين المضغوط اختصاص طبي عسكري تم بعثه منذ سنة 2000 بالمستشفى العسكري، وهو القسم الوحيد في تونس. الجديد في هذا الاختصاص أنه سيقع تكوين أطباء عسكريين فيه ابتداء من السنة الجامعية الجارية. علاج بالأكسجين المضغوط هو شنو؟ هو المرضى يقعدوا في الشامبر هذا ويتم رفع الضغط داخل الغرف هذه إلى
مرتين ونصف ثلاثة مرات الضغط. هذا موجود كان في الصحة العسكرية، مش موجود في الصحة المدنية. الجديد ولينا باش نكونوا معناتها أطباء عسكريين ياخذوا الاختصاص هذا اللي هو معترف به في كلية الطب وفي وزارة الصحة. ويضم قسم المعالجة بالأكسجين المضغوط ثلة من الأطباء في اختصاص الإنعاش والتخدير من ذوي الخبرة والكفاءة تم تأهيلهم في هذا الاختصاص، إضافة إلى عدد من الممرضين الذين تلقوا تكوينا في المجال المذكور. مش كما ممرض في قسم عادي نتاع معناتها جراحة ولا طب باطني ولا واحد يخدم في ظروف عادية، هذا ممرض يخدم تحت الضغط العالي، دونك يلزموا تكوين، هم متكونين كلهم معناتها التكوين نتاعهم. حالات الاختناق الحرجة بثاني أكسيد الفحم أو ما يعرف بالزنزانة ومرض التوحد لدى الأطفال من أكثر الاختصاصات التي تتم معالجتها بالأكسجين المضغوط. توا ملي تبدا تبرد الدنيا معناتها من اكتوبر حتى لأفريل يكثروا هذوما عملية معناتها امراض الاختناق بالثاني اكسيد الفحم. سنويا فما فما 250 300 كا داوينا، يمكن احنا في القسم هوني اكثر من 80 طفل معناتها مرضى التوحد، هذوما لي زونفون اوتيست، وقاعدين نعملوا في بحث علمي معناتها هي البرشة معناتها على الاطفال هذوما، والنتائج توا قريب تخرج. كما يساهم هذا القسم في معالجة عديد الأمراض الأخرى المزمنة والخطيرة على غرار القدم السكري ومرض فقدان السمع الفجئي وتأخر التئام الجروح وتقرحات الساق. عربيا ودوليا، وسط مساع لتجاوز الخلافات بين الفرقاء الليبيين لتهيئة المجال لإجراء الاستحقاق الانتخابي البرلماني والرئاسي في ليبيا، أجرى اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة في قصر الاتحادية، أكد خلاله أهمية تنظيم الانتخابات الليبية القادمة في موعدها باعتبارها تمثل احتراما تفعيلا لإرادة الشعب على حد قوله. هذا الاجتماع يعقب لقاء جمع السيسي منذ يومين برئيس مجلس نواب الشعب الليبي عقيلة صالح وقائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر، وهو تواصل لوساطة مصرية بحسب مصادر مطلعة قصد نقل وجهة نظر كل من عقيلة صالح وخليفة حفتر إلى دبيبة لتجاوز الخلافات ولما لا لبرمجة لقاء بين الفرقاء الثلاثة. حث مجلس الأمن الدولي اليوم مصر وأثيوبيا والسودان على استئناف محادثات يقودها الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى اتفاق ملزم في إطار زمني معقول بشأن تشغيل سد النهضة على النيل الأزرق في أثيوبيا. ودعا مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة في بيان رسمي نال الموافقة بالإجماع الدول الثلاث إلى المضي قدما في عملية المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي بطريقة بناءة تقوم على التعاون. في أخبار الرياضة، تقدم المنتخب التونسي لكرة القدم 3 مراكز في الترتيب العالمي الصادر اليوم عن الاتحاد الدولي لكرة القدم ليحل في المرتبة 25 عالميا والأولى عربيا والثانية إفريقيا، متقدما على منتخبات الجزائر والمغرب ونيجيريا. سيكون المنتخب التونسي لكرة المضرب غدا أمام فرصة مواتية للارتقاء في المستوى الأول لمسابقة كأس ديفيس لتنس المنتخبات عندما يلاقي منتخب الدومينيكان انطلاقا من الساعة 10:30 صباحا بملاعب التنس بالحي الأولمبي بالمنزه دون حضور الجمهور. وسيكون المنتخب الوطني ممثلا باللاعبين مالك الجزيري وعزيز دوغاز ومعز الشرقي. التحق فريق جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي بالهلال السعودي في التأهل للدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة أبطال آسيا لكرة القدم إثر فوزه على بانكوك التايلاندي بركلات الجزاء الترجيحية 4-2. وكانت المباراة انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل بهدف مقابل هدف وتقدم جيونبوك بهدف سجله غوستافو سوزا قبل أن ينجح تيراسيل في إدراك التعادل لبانكوك. وفي البطولة الأمريكية المحترفة لكرة القدم اكتفى بورتلاند بالتعادل مع ضيفه كولورادو بهدفين لهدفين ضمن منافسات المجموعة الغربية ليسجل فيليبي مورا وسيباستيان بلانكو لبورتلاند، فيما تحقق هدف كولورادو عبر جوناتان لويس ومايكل باريوس.
بأخبار الرياضة نصل إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. إعادة فتح المعابر الحدودية مع ليبيا بداية من يوم غد، ورئيس الدولة يطلع على نتائج الاجتماعات الأمنية والصحية المشتركة التونسية الليبية التي انعقدت بجربة. افتتاح السنة القضائية الجديدة بعد سنة استثنائية بسبب جائحة كورونا راكمت الملفات وأثرت على سير التقاضي. مع العودة المدرسية مشاغل تتجدد وجهود ومبادرات لتهيئة المؤسسات التربوية وصيانتها، والأخبار استضافت وزير التربية. وبإمكانكم متابعة هذه النشرة والمزيد من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. أجمل تحيات فريق النشرة، سهرة طيبة.